بحبك عشان هذا الصبي حبه حبه لا تغضب مش لهذا الغضب تعي حبه حبه لا تغضب. مقطوعات فنية لألوان الغناء اليمني صاحبها رقصات شعبية متنوعة، ليلة فنية طروبة أحياها مكتب الثقافة بمأرب بمناسبة يوم الأغنية اليمنية. في كل تطور الحياة كان الفن مرافق اليمنيين في كل مراحل حياتهم، واليمنيين أصحاب حضارة لا يستطيعون يعيشون إلا بالفن، ولهذا ترى أن القيادة السياسية ممثلة في وزير الإعلام والثقافة والسياحة وجهنا للاحتفاء بهذا اليوم، اعتبرنا هذا الواحد من يوليو من كل عام يعني يبث احتفاء ومناسبة يعني عظيمة يعني يحتفل بها الشعب اليمني. مساحة أفردت للغناء المأربي بألوانه الفنية القديمة أداها فنانون مأربيون برزت موهبتهم الفنية من قلب الحضارة السبائية الزاخرة بالفن والإبداع. عشرات الألوان الغنائية المأربية ارتبطت بآلة العود كالبالة والشرح المأربي والشيلة وألوان أخرى انتشرت بشكل كبير في دول شبه الجزيرة العربية. الفن المأربي أولا هو لون أصيل كأصالة أرض سبأ، وينقسم إلى عدة أقسام، لون البالة ولون الشرح ولون الرزفة وكذلك الهجراع والهجار الصحراوية أو الجبلية، أنواع كثيرة. وأسهم الفن المأربي في تأصيل وانسجام مع الألوان اليمنية الأخرى كالفن الصنعاني والفن واللون الحضرمي واللون التهامي والعدني وغيرها من الألوان، حتى الألوان الخليجية والعربية كذلك. ارتبطت مأرب بمشروع مقاومة ميليشيا الحوثي، وتسهم مأرب اليوم في الحفاظ على الهوية الفنية للمجتمع والتاريخ اليمني من خلال احتواء الفنانين والمبدعين الذين تسهم إبداعاتهم في الحفاظ على الإرث الثقافي اليمني الأصيل الذي تحاول الميليشيا الحوثية تجريفه واستبداله بالثقافة الفارسية. في الحضارة السبائية القديمة كان لترانيم مقهى البادية عبقا فحشداه في آفاق الحضارات القديمة، وحتى اليوم لا تزال الأغنية المأربية بلحنها البدوي المتنوع تتربع على عرش السلطنة الفنية اليمنية، بل وتمدها بمقامات الأصالة وطبقات الزهو والفخار. محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مأرب.